والجملة الخامسة الواقعة جواما لشرط جازم ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية نحو من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ولهذا قرئ بجزم يذر عطفا على محل الجملة إيه ونحو وإن تصيبهم سيئة مما قدمت أيديهم إذا هم يقنضون انت سنة خلينا ما يشعر مالك حالة يقال الجملة دي الشنادة اللي يقالها أو أيضا الله ربا إن لبراء الراد والجملة جملة دي جملة دو الخامسة أشنات الواقعة مثل بعد واي جوابا حال اي تاي جواب لشرط اين الجواب تا شرط جو جازم او جازم واي شرط جازم اي دو جواب هو مثل بعد الجمله دي شناده واي وهو شرط جازم كلو شيغ انا ان واي انت الشرطيه لو نسبيه واخواتها انت ولا لهت ان شرطيه اي ان ولا ان شرطيه ولا لهت ماشي اسكو سو غلان حماش اس لغا حياله شرط جازم يا لود ومحلها الجملة ده نوع عاسة محل كذا يعني هو إعراب ومحلها على كذا محل كجملة ده إعراب كيسة الجزم واي ونجد هدي جملة ده يعني أو كجر شرط جازم كجر هدي جملة ده يعني إيه جواب ونقطه شرط جازم شرط جازم روا إن شرط يا إيه أخوات كيد أجرم يعني كوسوترش وركم ما عندوه إن شرط يا إيه جواب كيد أخوات كيد ولا لهدي هدي او يا شرط واس جازم كا او خاصنا جوابنا او باهن يحي جمله داسي محل كا حكايا له جزم يا كيا هذا شرط جازم الوريا ما كا بحاي شرط غير جازم جمله هدي جواب نقطه شرط غير جازم محل مقبته هدي لكن شرط جازم اي جواب نقطه حي قبطه محل قبطه لا صعب مركه ماش بونتي ريسا كو وجو وحكم مركه لبا من نقا كرتا لبا من نقطة هذه جملة يعني أو شرط كذا جازم أو هاي محل كذا ما دام الجسم دعاي جملة الجواب دعاي ساهل وإن أم بفعل لحريري أم بإذا لحريري ورفو مع دومر جملة الجواب كدعاي حواجب نقاي قرنت بالفاي أم بحين نقايسة قرنت بإذا إذا آل لحريري ويب إذا فجائية آل لحريري وركاس معادية انت سكو شي شي غاد وعكو المرك اذا وقت والجمله الجمله دي جمله دو الخامسه تو اي شناد الواقعه مدي دعدا واي جوابا حاله تا لشرط ان الجواب هو شرط جازم او جازمه وهو اسو شرط جازم كان ان وا انت اشرديه لو نسبيه واقواتها ولا لها داي ومحلها واعراب محلها جمله اسمع الكاد اعراب كي سنه الجزم واي اذا وقت كانت الجمله الجمله اي اهاتوري إذا وقت جيون محل كذا جزم أنا كانت الجملة جملة إيه جملة الجوابية جوابك لو نسبي مقرونة تنتل لحريري بالفاء يا لحريري سواء حاسما كانت هاتا اسمية جملة هذه أو فعلية هاتا اسمدوا خبرية هاتا أم إنشائية هاتا اسمدوا جملة هن غط اسمية أو هل إرادي لرب إن جاء زيد فهو محسن جوابه إن جاء زيد زيد دويمت فهو زيد كحواي محسن واي هذه الجملة حين غير وجملة اسمية أو جواب بعد قرينة بالفاء وجوما كوي عندي هنا موي أكو تاسعاد أدا وحاك الله اسكم من الجملة إن نغطي الجملة فعلية أو حال يري إن جاء زيد زيد دوي ماذا فضربه قرع جملة فعلية موي أيضا والله متك كو تاسعاد أما صحيح يكون نغطى كرتا اسم كانت اسمية أو فعلية خبرية تنعتها خبرية تنعت يكون غير وخبرية والجملة مركب لولي عواي يحتمل الصدق والكذب ما خبر سليمان وحن رنا واحتمال بين واحتمال يكون قيمرك خبرية إن جاء زيد فهو محسن المو زيد دويم الحواي فهو محسن وجملة خبرية تحت منه صدق أو أصيد النقل والكديم أنا واحتمال شاء أوصل مصيدة لشيء هنا واحتمال إن شاء إني أوا إصلاحيات أن يكون مثالين أيضا إن جاء زيد حاليري فضربه قرع فضربه قرع احتمال صدق مهما يال احتمال كذبنا ماشي ما يعلوك موجودة زاهر صلى ورن إيه وابين انت ما لما نيكرو مركا اللي قوليه الجملة ده وإن شيء لما نيكرو ورن لما نيكرو وابين لما نيكرو مركا اللي ده هاي جملة ده وإن شيء مركا اللي ده هاي ساس أول الصعيد أو أمسا كانت هي جملة الجواب كي مقرونة تنية هاتمين للحديدي بإداء على الحديدي إداء ألف جائية لون اسميات
إذا فجائية على الحريرية مجيدة. ولا تكون هي إذا دين أهاميسة هي مقرونة أهاميسة إلا اسميت وحان اسميها هنا مركز نغمكر. والحال قال أداتو أدات كنه إن بس أو نغكر خاصة أغسو خاصة غريري دان غاري لا هذا فيه ما شاء أنس لفهان وحكو يري هداي وحكو يري موكتا الجملة داني هدي الجملة دا الجوابية دا دعي ساهي رب متى أما فأل لحريرة أما حال لحريرة إذا قال لحريرة مرك فعل لحريرة واسمي وانا غكرتا فعلي وانا غكرتا خبري وانا غكرتا إنشائي وانا غكرتا انت تحوصي در منشا أداد كده دون إن وانا غكر يا أخوات كده وانا غكر يا أداد كده إن وانا غكر يا أخوات كده وانا غكر يا أخوات إن أشرديا نوانا غكر يا أخوات كده وزلفان من نمو نوانا غكر يا قد متى هدير لكن إذا أين غطو هرتو قبسوكو الجملة وحن فعليين وحن اسميين نغمكر جملة وحن اسميين مرق جملة الجواب إذا أنا للحرية دين ولا جملة وين تاي اسمي وين تا أداة الشرط يقول وين وياي إنه بس وين ويا ورك اسمه قرآن سنة مرق القرآن كقرآن ككوة ريكتي أدو كصاصع سنة كوة ريكتي كصاصع كتاب كل أغراب كان أحرادي لقدنا كان أحق وما مرق ورك الله أسمع أو أما سكانت هي جملة الجواب كإذا وحين غطون مغرونة تنتل للحرية بإذا على الحرية إذا ذو ألف جائية والنسبيات ولا تكون هي إذا هي جملة مقرونة هنا ما هاكرتوك إلا اسمات الاسم ما هين ولا حال ألا أداتو أداتك إن أويا خاصة أقص خاصة جيدين كاريلا هذا كوم مثال أمرك فالأولى تيارة وهي أولدنا المقرونة تيلا لحديدا بالفاء وهي نحو قوله تعالى وهي من يضلل الله فلا هادي له ويدرهم وهي ويدرهم قراءة ويدرهم قراءة أيضا أقول لبض واجران مرك حاله هذا من يضلل الله من حواه اسم شرط جازم المو يا من اسم شرط جازم واي أقواته إن شرط يا مو مرك حاجة اللي جواك وجود تأقده يضلل حونا قا فعل شرط مجزوم بمن مو علامة جزمي السكون أي هذا نوع كسر سيني وحركة بالكسر الالتقائي إنساكنين ما حد يدري له إنساس لذا يا مول حديث يدري شكر ها وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام وجد ذي أخو تأسال صحيح وعوكو إلى مركة مركة حالة يضلل فعل شرد مجزوم فعل مضارع وفعل شرد موي مجزوم بمن علامة جسمي أسقون وحركة بالقدر لالتقاء الساكنين فاعلك موكو الله هو بي. الله هو يفعلك من يضلل الله مو فلاحين غير مركة وقعت في جو يما لا نحيكون غير تعملوا عمل إن هادين حكون غير اسم الله له داس نحيكون غير خبر كم أكجر مو ماشاس ساسي هو ما يساعد ويدروا هم هذا ساس كتابك توسكس هو على مالك أدي إنا فهم كتاب على غير بعض ويدروا نوع عرف الواء وحرف عطف ويدروا الجملة دي ده حين غير معضوفة على محل جملة فلا هادية له يكون عطفا أيضا محل لا ده ماي فجملة لا هادية له من لا حركاتي هي واسمها وخبرها كائنة حياتي في محل جزم مجدد الى فلا هاديه فدا سال فا وقعت في جواب في جواب او شرط امه وحكم مركه وجمله فجمله او لا هاديه له من لا حال كاتي هي واسمها وخبر هانه كائنه حيات في محل جزم لوقوعها جمله دعيتان كده لو جزمي جوابا حال تهي دعده لشرط جواب طاي شرط جازم وهو شرط جازم كان من واي مجدد ولهذا ولأجل أنها جملة أوجد في محل جزم أيتهانا قرئ حال أخري بجزم يذر الأغري بالياء يوجد عطسا لأجل عطسا حال وعصا على محل الجملة وعصا ما ويذرهم نحوي مجزوم يلو جزمي على قراءة حمزة والكساء ما ويذرهم أو على مجزوم من الجزم على قراءة حمزة والكساء معضوف وايد هذا خبر بعد خبر على محل جملة الوعطي أو فلا هادي لود إلى دود جملة سبحان كيد الوعط مرك أنت صافو داون ملها وثانية مدة لبعضه المغرون وهي ثانية أن المغرون تطيل إلى حديدي وبإذا الفجائية إلى حديدي ود وذلك نحو قوله تعالى وإن تصيب سيئة نديح ما نصبت بما كي الذي كي سو كي وحاصبت قدمت هو أما سوق شعاع إتكي هم ما جاء هرمسة إيديم قام هذا إذا إسلام الكيبة هم أيق حواي يغنضون وقصنا يا ود حيك قصنا من رحمة الله إسلام مركيبة موجودة إذا فجأة ماي إذا فجأة ساس على معنى أقوي إذا إسلام مركيبة هم أيق وحين قاين يغنضون
كوا قوستو حيكا قوسايان من رحمة الله إيكا قوسايان صلى الله عليه وسلم مالك حاميش اسكويل إذا هذا حا كدامي جملة كدامي سحاوية فعلي حان اللقسوير ولا تكون إلا جملة اسمية والأداة نحونا قاي إن مهم أقوسو قاسة هذا وإن تسمو مهم سكا لكم أي ماكرت أيضا فجملتهم يقنطون في محل جزم من حالي آتي وجملتهم يقنطون ساسا لذا في محل جزم من آتي ولوقوعها أنا لو جزمها جملة دعتان كيدو حيد على جواب حالي تي لشرط الجواب تواد شرط جزم وهو شرط جزم كان إن واي مجد هذا إذا فجأي الغمدين فجأي حالك وضع كل روا والفجأة البغضة كذا دواي وتغيد الشرط إن لقيد بالجازم لقو قيدان احتراز نور سواي عن الشرط على قدر سها مجد لحد تانكي سلدا هذا ترى هذا وتغيد شرط شرط غيدي تيز بالجازم لقو قيدان حاسن هو حاسل ما هو حاسل احترازا من احتراز ما أتميزنا كم عن الشرط على قدر سها غير الجازم هذا شرط غير الجازم على سكيل لا وذلك شرط غير الجازم يا إذا إذا جوازيب تكون مجرينو إذا ممكن واحد جسمي سيشمع هذا وإذا في الشعر خاصة أجرم مقرينو هذا إذا دان الشيء تيوى مرك إذا في النثر وار موجودين إيه ولو أكمد إذا في النثر هذا حواي إذا استعنت فاستعن بالله مجرينو حديث مكجرينو إذا استعنت هذا كلمة دل بيزيد ياك كلمة دل بي فاستعن بالله جوابك سمح المولي جملة أو فاستعن بالله وجوابي أو إذا استعنت جوابه تي محل ميق عليه ما قاعده الصواب شرط غير جازم هو شرط اي شرط جازم معه هذا شرف انا ما ولو اكمل موجوده لو اخلص الاصدقاء هذه اصدقاء اي يعني اليكم ودر هذه اي يعني سافي غري لهاين دام ودو ابي اخلاص انك صاحبك صاحب جيزه ضو اخلاص وسمي لك واحد ورب وناك على خيان اي سجل لين دام ودو قال قيل كود دائم نقلها ساس ما لو اخلص الاصدقاء اصدقاء هذه يعني سوء اخلاص سمي لهاين دام ودو هذا دام ودهم جملة ده حين غير والجملة جواب هذا ما حل ماله ما حاجر لأن لو أحيط هاي شرط غير جازم هاي ولو لا أكاك ميدا لو لا حاله رأينا لو لا الوفاء لساد الجفاء مجد هذا بلان أوفين جير لهين قوينا ملح حالي دمو هذا بلان أوفين إيسان جير لهين أو واحد ليسو أوفاء إيسان جير لهين أوفين الأنتا حين غير أما ده حسيد نقلت مصورة قال ما أمر كان هذا اللي سعد الجفاء الجملة ده الجواب هو لكن ما حل ماله صوت حواي لأن شرط ما هو كجرا حوياي أشرط غير جازم وايد أنت تفهم كتير فأما إذا كانت الجملة الجواب فعلها ما سمح سمينا والله سبحانه وتعالى أعلم.